اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه، ولكن بعد اهم العناوين. من موقع الهيئة نت، القسم الإغاثي ومنظمة أم القرى يقدمان المساعدات الإنسانية للطلبة الأيتام النازحين من محافظة نينوى. ومن صحيفة المدى، أوامر شفهية من مكتب العبادي تعزل قائد شرطة نينوى. من موقع كتابات نجل، محافظ النجف اعترف بحيازته للمخدرات وسيحال مع متهمين لمحكمة الجنايات. ومن الجزيرة نت، حماس تستنكر إدراج واشنطن هنية بقائمة الإرهاب. من العرب الجديد نتابع، الحشد يسرع المشاورات لتشكيل تحالف انتخابي يعزل العبادي. ومن القدس العربي، فورين بوليسي، الحشد الشعبي، الطابور الإيراني الخامس في العراق والغرب. ومن الحياة، روحاني يحذر قادة إيران من مصير الشاه. نشهد في أيامنا هذه جدلا كبيرا وسجالات كثيرة في مسألة الانتخابات التي عانى منها العراقيون ما عانوه طوال السنوات الماضية، فهم لم ينسوا ما حصل لهم في الانتخابات السابقة. عرفوا أن من تصدر الانتخابات لم يفي بوعد واحد من حزمة الوعود التي قطعها على نفسه، بل أصبح كالمنشار يقطع جسد هذا البلد، يغدو يسرق ويمسي يشرع لسرقة الغد، ففعل فعل الأولين وزاد في أوجاعهم. ولا أظن أنه قد بقي من الناس من لا يعرف ذلك، لكن هل الشعب يتذكر شيئا من تلك الكلمات والجمل التي كانوا يستخدمونها كشعارات لهم أثناء نزولهم لساحة الانتخابات؟ بهذا السؤال يستهل الكاتب محمد الكواري الكوراني مقاله في موقع الهيئة نت. وصار السياسيون ينطقون بكلمات فيها من الجسارة ما فيها، حتى أنهم يقولون للناس على مرأى ومسمع منهم: كلنا فاسدون، كلنا سراق، كلنا لا نصلح أن نقود العراق، ومع ذلك لا زالوا مهيمنين على خيرات البلاد. وليس ذلك فقط، بل إن المؤسسات والمرجعيات الدينية قدمت لهم دعمها الكامل طوال تلك السنين. والذي يدمي القلب ويندى له الجبين أنهم يصرحون بذلك على المنابر وأثناء محاضراتهم، فصاروا بعد ذلك يأتون بأفسد الناس وأكثرهم شراً، بل ويستهزئون بعقول الناس حتى أنهم صاروا يغيرون تسميات الأحزاب مع بقاء الوجوه نفسها، رامين فسادهم على تلك التسميات على أساس أن الفساد كله كان بسبب تلك التسميات، فشكلوا مئات الأحزاب، وكل حزب بما لديهم من مشروع وخطط لسرقة البلاد فرحون. ولم يكتفوا بذلك فقط، بل إنهم أعطوا مما هو حق للشعب لدول أخرى، وتنازلوا على أراض وحقول نفط لها سعيا لإرضائها وكسبا لودها في سبيل أن يجلسوا على كرسي الحكم ما استطاعوا. فمن كان فقيرا أصبح من أغنياء العالم. يضيف الكاتب: على الشعب أن يحاسب المسؤولين على الوعود التي أطلقوها واستغلوا بها سرعة نسيانه لشعاراتهم الانتخابية، فقد رأينا نتيجة صبر الشعب على فساد الساسة في أوكرانيا عندما ألقوهم في حاويات القمامة، فليت لنا فيهم عبرة. ولو علم المسؤول في العراق أن هناك شعبا لا ينسى الوعود الكاذبة ويحاسب الفاسد على فساده ما تجرأ على قطع وعود كاذبة، لكن واقعنا يقول أن ذات الكاذب يكذب علينا مرة أخرى ونصدقه. بالرغم من أن تنامي فكرة وثقافة المقاطعة لدى نسبة كبيرة جدا من العراقيين وتصعيد الخطاب المناهض للسياسيين وظهور فلسفات البعض طبعا بغض النظر عن توجهاتها التي تصب في النهاية إلى الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات، يعد مكسبا بالنسبة للقوى المناهضة للعملية السياسية، إلا أن ثمة ما يلزم الحديث عنه في هذا السياق بشأن جدوى المقاطعة باعتبارها مشروعا سياسيا قائما بحد ذاته وله حقائق
ما زالت غائبة أو يراد لها التغيب لأسباب عديدة ومختلفة، نابعة طبعا من دوافع مصلحية في ميدان التدافع السياسي، بحسب مقالة للكاتب جهاد بشير في جريدة البصائر. من المغالطات الشائعة في هذا المجال تناول الانتخابات على أنها قضية مستقلة لها نتائج تعتمد على مساراتها وإجراءاتها دون ربطها بحقيقة أنها مجرد وسيلة وأداة داخل منظومة العملية السياسية، والتغافل عن أن مآلاتها لن تكون مطلقاً بمعزل عن محددات هذه العملية حتى لو بلغت نسبة المشاركة 90% أو أحجمت هذه النسبة كلها عن التصويت. وهذا الخطأ انزلق بسببه كثير من الداعين الجدد لمقاطعة جولة 2018 الحالية أو المتحفظين عليها على أقل تقدير، رغم أنهم كانوا في طليعة المروجين لسابقاتها، فإنهم اعترفوا عملياً بصواب حراك المقاطعة السابق بدليل أنهم بادروا إلى استخدامه الآن وانتهوا إلى حيث بدأت به قوى المناهضة، لكنهم ما زالوا يلقون بلائمة فشلهم خلال تلك السنوات عليه. شيوع ثقافة مقاطعة الانتخابات في هذه المرحلة هو في الحقيقة ثمرة ثبات القوى المناهضة التي نجحت في إيصال فكرة مشروعها إلى قناعة باتت ملازمة للجميع، وهو دليل صريح على إظهار الحقائق المثبتة وإبرازها، ومن بينها أن العملية السياسية غير مؤهلة لتحقيق أدنى درجات المصلحة للعراق بلداً وشعباً. ويضيف الكاتب يحتم العقل على العراقيين أن يعيدوا تحليل الأمور برؤية من جديد ويستفيدوا من تجربة القوى المناهضة للعملية السياسية على مدى السنوات 15 الماضية، ويبادروا باتخاذ الوسائل المشروعة في ضوء هذه التجربة ليعملوا على تقويض أركان منظومة الاحتلال السياسية وما تقتضيه من مشاريع، والاستعداد لبناء نظام سياسي رصين تصنعه أيديهم ويرعى على أعينهم، وهذا يعني أن يرجع المشهد العراقي إلى مربعه الأول. تشجع إيران عدداً من حلفائها في العراق على التنسيق لضمان منع رئيس الوزراء حيدر العبادي من الحصول على ولاية ثانية، وكشفت مصادر سياسية في بغداد أن زعيم منظمة بدر هادي العامري سيحظى بالدعم الإيراني الكامل بعد انتخابات مايو المنتظرة ليكون مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء. وقالت المصادر إن العامري تلقى وعداً صريحاً من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي انشق للتو عن تحالف العباد الانتخابي بدعمه ليصبح رئيس الوزراء في الدورة المقبلة، مؤكدة أن زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي سيلتحق بهذا التنسيق قريباً، الأمر الذي أثار تهكماً في الأوساط الشعبية العراقية من أن يصدر مثل هذا الكلام عن مصدر الطائفية الأول في العراق. وعلى حد تعبير سياسي شيعي في بغداد، فإن طهران نجحت أخيراً في جمع حلفائها المهمين داخل العراق في جبهة واحدة بعدما شتتتهم مفاوضات تشكيل التحالفات الانتخابية بين عدة مشاريع سياسية، إلا أن مراقباً سياسياً عراقياً لا يرى أن حصر المشكلة في صراع العباد العامري على منصب رئاسة الوزراء يمثل جوهر المشكلة التي يعاني منها التحالف الشيعي الحاكم، فهو تحالف هش سعت إيران إلى إبقائه تحت سيطرتها من خلال إضعاف مكوناته وإلهائها بخصومات داخلية هي في حقيقتها واجهة لعملية تقاسم النفوذ والغنائم. وتضيف الصحيفة أن مصلحة إيران تقتضي بالإبقاء على العبادي رئيساً للوزراء كي تضمن طهران وجود واحد من الممرات الآمنة لنقل الرسائل من وإلى الولايات المتحدة، وهو نوع من محاولة استرضاء الأخيرة التي لا تحبذ تكريس نجومية هادي العامري. وإذا ما كان العبادي قد حاول مرات عديدة أن يحدث خرقاً في تلك الخطة الإيرانية، فإن الضربات التي تلقاها من الفرقاء الشيعة كانت تعيده في كل مرة يهزم فيها إلى حجمه الحقيقي باعتباره رقماً بديلاً في العملية السياسية يمكن الاستغناء عنه في أي لحظة.
سنضطر إلى التذكير أن مقاطعة الانتخابات هي حق سياسي مثل حق المشاركة فيها، ولا يمكن استلاب أي من الحقين، لكنهما أيضا موقفان سياسيان يمكن تحليلهما ونقدهما. ولذلك فإننا نضطر إلى التذكير أيضا أن المعركة الناشبة بين دعاة المشاركة بغض النظر عن النتائج ومهما كانت السلبيات المرافقة للانتخابات ودعاة المقاطعة مهما كانت النتائج هي من المعارك العراقية المستنسخة والمفتعلة، فقبل كل انتخابات تنشب هذه المعركة وتنتهي إلى لا شيء، رغم أنها تزداد شراسة مع الوقت حتى وصلنا إلى التخوين وتدخل مراجع الدين بحسب الكاتب ساطع راجي في صحيفة المدى، حيث يتحدث عن خيار مقاطعة الانتخابات. الانتخابات في العراق مستنسخة تفتقد إلى العدالة والنزاهة. قوى الحكم تضع القوانين وتشكل مفوضية الانتخابات على مقاسها وتتحكم بإدارة الانتخابات وتتدخل في كل تفاصيلها، والأسوأ أن هناك إجماعاً من المواطنين والمفوضية والأحزاب والمرشحين على وجود تزوير وتلاعب، ويتم إنفاق أموال طائلة لمنع ذلك لكن دون جدوى، وهذا وحده كاف لنسف قيمة أي انتخابات، لكن لا توجد وسيلة أخرى غير الانتخابات لشرعنة السلطة وتغييرها، ولا يوجد سند لتعطيل الدستور ومنع المواطنين من حقوق الترشح والانتخاب. يمكن للمقاطعة أو التهديد بها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية فيما لو كان التوقيت صحيحاً والبدائل واقعية، ففي كل مرة تبدأ الدعوات للمقاطعة بعدما يتم تشكيل مفوضية الانتخابات وتشريع قانونها وتسجيل القوى المشاركة فيها، وكأن دعاة المقاطعة انتظروا اللحظة الأخيرة وهم يتوقعون أن تمتنع الأحزاب الحاكمة عن المشاركة وتقدم استقالتها من العمل السياسي مع برقية اعتذار عن فشلها وفسادها، وهذا هو الجهل المطلق. يضيف الكاتب: 4 سنوات مرت منذ الانتخابات السابقة ولم يتمكن دعاة المقاطعة من التحول إلى قوة ضاغطة تجيد استخدام قدراتها في الوقت المناسب لتكون رميتها مسددة وموجهة لهدف واضح. انتظر المقاطعون بصبر مرور الوقت وأعلنوا مجددا عن موقفهم بلا تواصل مع موقفهم في الانتخابات السابقة، ليتحولوا إلى جزء من الديكور الزائف للديمقراطية يسهم بتضييع الوقت الضروري لإجراء عملية محاسبة ومراجعة للأداء السياسي. اللامركزية كانت حاضرة بقوة في دستور عام 2005، ليس لأنها كانت في سياق الرؤية الأمريكية لعراق ما بعد 2003 والتي ظهرت جلية في قانون إدارة الدولة وحسب، حيث أشار هذا القانون أيضا إلى أن نظام الحكم في العراق يقتضي تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، كما قرر أن تأسيس هذا النظام الاتحادي بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية عاد ذلك التركيز عاملا مساعدا في استمرار الاستبداد. لكن تلك القوانين نقضت بقوانين وتقييدات أخرى من قبل الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الكاتب يحيى الكبيسي في صحيفة القدس العربي. ولكن القانون أبقى على صلاحيات واسعة للمحافظات بداية من سلطة إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات، مرورا برسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات ووضع الموازنة الخاصة بالمحافظة ورفعها إلى وزارة المالية الاتحادية، ومرورا أيضا بترشيح 3 أشخاص لشغل المناصب العليا في المحافظة. على الوزير المختص تعيين أحدهم حصراً وإعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة وصولاً إلى منح المحافظين السلطة المباشرة على الأجهزة الأمنية المحلية وجميع الجهات المكلفة بواجب الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة باستثناء قطاعات الجيش. وكما يبدو واضحا فإن مبدأ اللامركزية لم يكن نتاج رؤية أو استراتيجية حقيقية لدى المشرع أو الطبقة السياسية في العراق، بل كان خاضعا تمام الخضوع للسياق السياسي الحاكم الذي كان يحكم التشريعات من جهة ويطيح دائما بهذه التشريعات في ظل تواطؤ جماعي لصالح هذا السياق السياسي.
ويضيف الكاتب: هكذا أطاحت قيادات العمليات على سبيل المثال بكل سلطات أو صلاحيات المحافظين على القوات الأمنية في المحافظة لصالح المركز، كما أطاح تدخل السلطات الاتحادية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بأي استقلالية حقيقية للمحافظات في إدارة شؤونها عبر حكوماتها المحلية المنتخبة. وهذا السياق السياسي لا يرتبط بطبيعة الصراع السياسي القائم على أسس في العراق فحسب، ولا برغبات الفاعل السياسي الأقوى وحسب، بل بعلاقاته وتحالفاته السياسية أو تقاطعاته مع القائمين على هذه المحافظات. كان مؤتمر سوتشي قد تحول معركة صامتة ومموهة بين الولايات المتحدة وروسيا قبل أن تصبح علنية، لكنها بقيت دبلوماسية، إذ لم يكن الأمريكيون على مستويات متفاوتة يخفون أنهم يريدون إفشال سوتشي. ولماذا؟ لأنه يراد منه تكريس الاحتكار الروسي لحل الأزمة وفقا للأفكار والأهداف التي حددتها موسكو ورعت فيها مصالح إيران، وكانت ترغب في أن يعامل تركيا بالمثل. واستخدمت معركة عفرين في هذا السياق، لأن خلافات الدولتين على أسس الحل لم تتغير، بحسب الكاتب عبد الوهاب بدرخان في مقال له بصحيفة الحياة اللندنية. اتخذت معركة سوتشي وجوها عدة، أهمها إفصاح الولايات المتحدة عن ملامح استراتيجيتها الجديدة بالنسبة إلى سوريا، وفيها شقان رئيسيان: الأول الحفاظ على وجود مديد في مناطق الشمال الشرقي التي تشمل معظم محافظة الرقة وبعض نواحي دير الزور وريف حلب الشمالي، والإعلان عن إنشاء جيش من 30,000 جندي لحراسة حدودها. والثاني العمل من خلال مسار جنيف التفاوضي على انتقال سياسي حقيقي ورفض أي مساهمة مع الحلفاء في عملية إعادة الإعمار ما لم يكن هناك حل سياسي قيد التطبيق. أما الرسالة الأوضح التي وجهت إلى موسكو فمفادها أن مفاوضات جنيف وفقاً للقرار الدولي 2254 تبقى المسار الوحيد للبحث في الحل السياسي، أي أنه لن يعتد بما يخرج من مؤتمر سوتشي، فالدول الخمس لم تشأ في النهاية أن تعرقل هذا المؤتمر على نحو مباشر، فيما ظهر الغضب الروسي في التناقض بين القول إن عدم مشاركة المعارضة لا يغير شيئاً وبين تهديد من القاعدة العسكرية في حميميم بأن المقاطعة ستكون لها تداعيات على الأرض. وبحسب الكاتب، فبالنسبة إلى إدارة ترامب فإن تقليص النفوذ الإيراني متلازم مع ضرورة إنهاء سلطة الأسد وعائلته ونظامه وفقاً لموجبات ما بعد داعش، ذاك أن الأسد ظن خطأً وفق تيلرسون أنه سيحافظ على السلطة بعد سقوط حلب من دون أن يعالج المظالم التي ارتكبها في حق الشعب السوري. ولعل ما تعتبره واشنطن أكثر خطراً لمرحلة ما بعد داعش أن لدى نظام الأسد، وهي اجتذاب العناصر الراديكالية في المنطقة واستخدامها لزعزعة استقرار جيرانه. استخدم واشنطن هذا الخطر لتبرير وجودها العسكري المديد في سوريا. ذكر تقرير إعلامي أن امرأة وطفليها عاشوا مع جثتي زوجها وابنة ثالثة لها لمدة تزيد على عامين في إقليم جاوة الغربية الأندلسي. وقد تم الكشف عن ذلك عندما جاء شخص يعمل في المجال الصحي إلى منزل الأسرة في منطقة سيماهي للاطمئنان على الزوجة وعلى الزوج الذي لم يره أحد منذ أكثر من عامين، حسب ما ذكرت بوابة ديتيك الإخبارية. وقال قائد الشرطة المحلية إن الأرملة أوضحت
أنها لم تدفن الجثتين، أنها تلقت وحيا من الله من خلال ملاك أنهما سيعودان إلى الحياة. وعثرت السلطات بالداخل على جثتين عبارة عن هيكلين عظميين مغطيين ببطانيات. نتابع الكاريكاتير. في الختام أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.